يا سيدي لا ما بديت مخواها. الله وكيلك رح تشيبني، رح تشيبني هالمرة، شو بتعمل ماني عارف. لا بتركها وخلاص منها. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك يا أبو طالب، إلا نعرفه. أسفروا! فص من حداب يا أبو طالب. شيت! تفهم مع البياش. دورنا عليه بكل مكان ملينا. لك ما عرفتوا أوصافه وملامحه؟ شو بدنا نعرف أوصافه وملامحه؟ يا سيدي يا مختار، إذا كان طاير مثل الزحى وكان مثل الدم. لا إله إلا الله، شو أثرني هاي؟ بشير! والله يا عمي اختفى ماله أسر. حسبي الله ونعم الوكيل. بالآخر عمي، أنا بقول إنه هو بذات نفسه اللي استقصدك يوم التنصيب. ودليلك؟ عمي مبين القصة، صار مقوص عليك مرتين. معناها من ذات الشخص، من ذات الشخص. كلام حمزة هي زبدة عميم. إي نعم. فهمونا شو القصة يا جماعة؟ ليه صوت القواس هاد؟ شربوا عاد ونا. من شان الرسول فهمونا شو القصة من هنا القواس. ماشي 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 شربوا. كل واحد يروح على شغله يا اخي. كل واحد على اشغاله يا لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.